السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي. لا تنسوا المشاركة في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. أصدقائي، اليوم جلبت لكم برنامج، هذا البرنامج خاص بالضغط على الإعلانات بصفة تلقائية. ما عليك إلا تشغيل البرنامج وإدخال بيانات الموقع الذي تشتغل عليه، وهو يقوم بالضغط على الإعلانات بصفة تلقائية. أصدقائي، سأترك لكم رابط تحميل البرنامج أسفل الفيديو لمن أراد تحميل البرنامج. بعدها نقوم بالضغط بفك الضغط على البرنامج، بعدها نقوم بالدخول إلى مجلد البرنامج. هذا هو مجلد البرنامج أصدقائي كما تلاحظون، نقوم بالضغط عليه. بعدها نقوم بتشغيل البرنامج بالضغط على ملف التنفيذ، وهو دبل ال واحد طول. أصدقائي، واجهة البرنامج، هذه هي واجهة البرنامج. أنا شغلت البرنامج سابقا، هذه هي واجهة البرنامج كما تلاحظون. هنا طريقة تشغيل البرنامج أو طريقة العمل في البرنامج. في البداية الخاص بالإعلانات نقوم بإحضاره بهذه الطريقة، نقوم بنسخ الموقع، بعدها نأتي إلى البرنامج كما تلاحظون أصدقائي، بعدها نقوم بالضغط على بروفيل، بعدها نقوم بالضغط على نيو جديد بهذه الطريقة. بعدها نعطي اسم نعطيه اسم ما، مثلا أكتب أولاد بهذه الطريقة. بعدها نقوم بالضغط على أوتو، دخول تلقائي للموقع. بعدها نقوم بالضغط على حفظ بهذه الطريقة. بعدها نقوم بالذهاب إلى الأسفل، ثم نقوم بالضغط على نيو بهذه الطريقة. بعدها تأتينا واجهة أخرى. ماذا نقوم أصدقائي؟ نقوم في إدخال الخانة الأولى برابط الموقع الذي نود الاشتغال عليه. بعدها نقوم بالضغط على هذه الخانة بهذه الطريقة. بعدها ثم نقوم بالضغط على أوكي بهذه الطريقة. بعدها هنا نقوم بإدخال اسم المستعمل الذي قمت بتسجيل فيه أو الذي سجلت به في الموقع. نقوم مثلا أقوم بإدخال اسم المستعمل الخاص بي، عفوا، بعدها نقوم بإدخال كلمة المرور بهذه الطريقة. بعدها نقوم بإدخال بالضغط على هذه الخانة أو تفعيل هذه الخانة. بعدها نقوم بتحديد الدقائق بدقيقة واحدة. بعدها نقوم بالضغط على على هذه الخانة من أجل ظهور الاي بي الخاص بنا. بعدها نقوم بالضغط على أوكي بهذه الطريقة. نعم أصدقائي، كما تلاحظون ها هو الموقع الآن. نقوم بتشغيل الموقع بهذه الطريقة وننتظر إلى غاية الدخول إلى الموقع الخاص بالإعلانات. نعم، لاحظوا أصدقائي الآن يقول البرنامج بأن لدي في الموقع 9 إعلانات. لاحظوا أصدقائي هنا بدأ العد التنازلي كما تلاحظون. نعم، لاحظوا أصدقائي يقوم بالتصفح الإعلانات بطريقة تلقائية. لو قمنا بالدخول إلى الموقع مرة ثانية، الموقع الذي قمت بتسجيل به هذا هو الموقع أصدقائي كما تلاحظون. هنا لو قمنا بحساب الإعلانات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، الإعلانات الموجودة في الموقع هي ظاهرة في البرنامج. ولو قمنا بتحديث نعم أصدقائي، لاحظوا أنا لم أقم بالضغط على الإعلانات، البرنامج بصفة تلقائية قام بالضغط على الإعلانات. لو ذهبنا إلى البرنامج لوجدنا أنه قام بالضغط على إعلانين. نعم، نقوم بالذهاب إلى البرنامج. لاحظوا أصدقائي هنا يقول لك بأن البرنامج قام بالضغط على 3 إعلانين والإعلان الثالث تقريبا. عمل هذا البرنامج أصدقائي كما تلاحظون أنه يقوم بالضغط على الإعلانات بصفة أوتوماتيكية. ما عليك إلا تسجيل في الموقع الخاص بالضغط على الإعلانات، وقم بإدخال البيانات الخاصة بالموقع في البرنامج، ويقوم هو بصفة أوتوماتيكية أو تلقائية بالضغط على الإعلانات دون تدخل منك أصدقائي.
بنفس الطريقة يمكن إضافة العديد من المواقع أصدقائي كما تلاحظون. أنا جربت موقع واحد وأعطيتكم الطريقة لكيفية إضافة موقع واحد، وأنتم يمكنكم إضافة عدة مواقع وتصفح الإعلانات بصفة تلقائية. أصدقائي كما قلت لكم سأترك لكم برنامج أو رابط البرنامج أسفل الفيديو. طريقة عمل البرنامج سهلة ولا تحتاج لشرح كثير، ما عليك إلا فقط ضغط بعد تحميل البرنامج، نقوم بفقط ضغط على البرنامج، بعدها نقوم بتشغيل البرنامج، ثم نقوم بإدخال بيانات ثم نقوم بإدخال بيانات الموقع الذي نعمل عليه الخاص بالضغط على الإعلانات كما شرحت لكم أصدقائي. هذا كل ما في درسنا لهذا اليوم أصدقائي، أرجو منكم المشاركة في القناة ليصلكم كل جديد، وهذا شرف لنا، وأرجو منكم أيضا تشغيل خاصية الجرس في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد في حينه. وأصدقائي كما قلت لكم سأطرح لكم بعض المواقع الخاصة بالضغط على الإعلانات أسفل الفيديو لمن أراد العمل عليها وإضافتها في هذا الموقع وإضافتها في هذا الموقع من أجل ربح بعض الدولارات. أصدقائي أسأل الله أن يرزقنا الحلال وإلى شروحات أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.